السلام عليكم، فرحانة بكم. أول حال نشهد على الشهداء رحمهم الله، وأنا اليوم هذا مميز جدا، وأنا جاي ننتخب هنا لتونس الحبيبة. إن شاء الله ديما سعداء، وإن شاء الله ديما فرحانين، وإن شاء الله ديما تونس متقدمة في كل خير. سلام للجميع، للتونس. سلام. أنا مواطنة تونسية، جيت لندن ما عنديش برشا، جيت اليوم للسفارة وصوت، تعديت بالكدا، وأنا سعيدة جدا ونتمنى النتيجة تكون كما حبيت. عسيمة، أنا مواطن تونسي، جيت باش ننتخب اليوم انتخابات، و جو سوي تريز اوبتيميست بور لافنير، و سا سي تري بيان باسي على الانتيريور الحمد لله، إن شاء الله توس باسرا بيان. عسيمة، أنا مواطنة تونسية ساكنة في لندن. اليوم جيت ننتخب، هذه المرة الثانية اللي ننتخب للبلاد. أنا ياسر فرحانة، خاطر عمري ما كنت نتصور وقت اللي كنت عايشة في تونس اللي نجموا نخلطوا للوضعية هذه. كان طريق طويل وصعيب، وبرش عباد معناتها تضروا في الطريق هذايا، ما اليوم معناتها نهار عظيم، مش واحد ينجم ينتخب للخمسة السنين جايين. ان شاء الله ان النتيجة تبدا باهية وتمثل الشعب، وان شاء الله الخمسة سنين اللي جايين والعشر سنين جايين والعشرين سنة جايين يبداو يمثلوا الشعب ويمثلوا الفولونتي نتاع الشعب يعني. دونك نشوفوا نهار الاحد شو ولا نتيجة. مواطنة تونسية تعيش في لندن، اول حاجة نحب نقولها الله يرحم شهدائنا اللي على سي غراس ا او خلينا الحرية هذه ونجموا ننتخبوا، خاطر كان جاي توا دنيا رانا قاعدين نستناو في النتائج نتاع بن علي نتاع 99 فاصلة. نحمدوا يا ربي عندنا حرية نجموا نجيو ننتخبوا نعطيو كلمتنا ونعطيو صوتنا، وربي يخلي لنا تونس. الحمد لله والشكر لله، جينا ننتخبوا اليوم أول مرة ننتخب، عمري ما انتخبت. كنا دائما يعني يقولونا ننتخبوا ويبعثوا لنا الجوابات، ومن بعد يجي يطلع 99.99% من غير ما ننتخب. الحمد لله الآن أصبح عندنا صوت ونتكلموا وننتخبوا، إن شاء الله يعم الخير على كل البلدان العربية كما جاء تونس، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، هذا هو. وإن شاء الله ونترحموا على شهدائنا اللي جابونا هذه الحرية، شهدائنا في تونس، وإن شاء الله شهداء العالم العربي كل، وإن شاء الله يكون الخير يعم على الناس كل إن شاء الله. مبروك علينا الفوت، وانا فرحان ياسر اللي جيت اليوم، وعلى خاطر انا انتخبت على حاجتين، اولا دم الشهداء اللي ماتوا وقت الثورة، وماتوا على خاطر احنا نجموا نجيو اليوم ننتخبوا كل حرية. والحاجة الثانية هو المرأة التونسية اللي هي مرأة نحترمها برشا، اللي هي مثال في العالم العربي، وانا نتمنى انه اللي صار في تونس بالنسبه للمراه التونسيه يكمل في الطريق هذا. انا مواطن تونسي، جيت نعبر يعني على حقي الانتخابي الحريه، والله يرحم الشهداء اللي جابوا لنا الحريه هذه، ما كناش نستنوا فيها. واحد في عمره قريب 50 سنه عمره ما انتخب في حياته، اول مره ننتخب، وان شاء الله يعني صوتي يمشي وين انا نعتقد انه باش يكون يعني فعال في المجتمع التونسي. ونتمنى للدول العربيه كلها ان تحوى منوال هذا التونسي وتتخذه كمنوال يعني في حياتها، ونتمنى الخير للامه العربيه، وان شاء الله نقول كلمه واحده فهمني. ورغم اننا نحن ننعم بالحريه في بريطانيا، لكن ما هيش حريتنا، هي حريه الاخرين،
ويعني ان شاء الله الواحد يشوف بلاده من حسن الى احسن. وبارك الله. تحية تونس. هذا اخر كلام. تحية تونس. تحية تونس. الانتخابات هذه عندها قيمة لأهالي تونس بصغاري، مستقبلهم، مستقبل تونس ومستقبل كل شيء، الأجيال الأجيال. وإن شاء الله الانتخابات هذه تكون باهية. وش باش نقولوا احنا؟ نتكلم باللونجلي بالعربي، بالعربي بالعربي. خاطر الانتخابات عندها قيمة لتونس. الشعب عايش في ثورة، والثورة ذي والشهداء اللي أعطوا حياتهم باش تونس تتحسن وتتقدم والمستقبل يكون زهر زهر زهر، ويكون برايد، ويكون من أحسن. الشعب التونسي يحب الحياة، الشعب التونسي يحب الصراحة، الشعب التونسي يحب الحرية، الحرية، ويحب الاستقلال. وهذا هي الانتخابات. واش الانتخابات هي؟ باش الشعب يعبر عن مقصوده، والشعب ياخذ هذه سايت استاند اجينست مور باد ان ايفل. تحياتي. مرحبا. السلام عليكم ورحمة الله. أول حاجة نترحم على شهداء الثورة التونسية، واليوم يعني بكل أريحية وبكل يعني استقلالية وشفافية رحنا للسفارة التونسية، وكان استقبال رائع، وكنا يعني محل اهتمام للجميع، وانتخبنا بكل حرية بكل شفافية، وما ثم حتى إشكال وما ثم حتى تجاوز، والحمد لله. السلام عليكم ورحمة الله. اليوم انتخابات تشريعية تونسية، ترحم أول حاجة على الشهداء ودماء الشهداء والجرحى، وإن شاء الله جينا السفارة اللي في لندن انتخبنا كمواطنين تونسيين يعني غيورين على بلادنا، والحمد لله كان كل شيء طيب هون، كل شيء استقبال رائع. يعني وإن شاء الله في الخمس سنوات القادمة اللي بشد البلاد ويحكمها يعني يحط أول حاجة الشعب هذا اللي تذل في عهد بن علي واللي تذل في عهد بورقيبة، وناس ذاك تلح بسات واحد، يحطوا الشعب هذاك في باله، المواطن الزوالي حطوها أول حاجة في باله، وذاك هو رسالة لشد البلاد الخمسة. خير. احنا جزء مواطنين تونسيين عايشين في لندن، جيت ننتخب اليوم. تو دابور واحد يترحم على شهدائنا اللي بفضلهم انا بي فوتي مرة فاتت ومرة هذية، اي بوي سي غراس اوك عايشين هاللحظات الاكستراوردينير هذية. اي سي سورتو احنا on va en profiter, mais c'est surtout cette génération là qui va en profiter inshallah في الفيوتشر ان شاء الله. هي المره الثانيه انا جي فوتي، معناها انتخبنا المره هذه، ما فماش ما فيش انا بروبليم حقا، انا ما فيش. ما شفت المدام هذيك عندها بروبليم، ما قاولهاش اسمها ولا حاجه، ان شاء الله هذوما المشاكل اللي تعدات، خاطر سمعنا بها وفما في الاوروب الكل، فهمت؟ وان شاء الله اللجنه نتاع بوسا صارت تولي شويه بروفيسيوناليزم، هذا ايش نقولوا؟ كهو ان شاء الله. تحيا تونس. بالنسبه لي انا هذا اجمل يوم عندي، يعني ثاني مره في حياتي نعطي صوتي، ان شاء الله يكون معناتها صوتي في مكان المناسب، يكون زاده في الوقت المناسب اللي تستحق فيه تونس الصوت نتاعنا هذايا، خاصه هي في مرحله ان شاء الله تكون ليست الخارجه، لكن ان شاء الله تخرج من هذا الوضع اللي هي فيه، ونتمنى لها احسن، وتكون من الدول اللي مش تتقدم ان شاء الله، لا نقولوش بالدول العالم الثالث، لكن ان شاء الله تكون الدول المتقدمه باذن الله. نتمنى لها الانتخابات هذه احسن ما يكون ان شاء الله. تحية تونس. بالنسبه لنا اليوم الجلسه في المهجه هو يوم عرس، وان شاء الله نكونوا يعني عند حسن الظن اللي اخترناهم يعني، وان شاء الله تونس تاخذ طريقها للديمقراطيه ان شاء الله، ونترحموا على الشهداء اللي توفوا واللي سقطوا في تونس بين الثوره، وان شاء الله دمهم ما يمشيش هدر ان شاء الله. ان شاء الله تونس من خير لخير وقدام لقدام، وان شاء الله الديمقراطيه هي اللي تنصر في الاخر.
السلام عليكم. سامي نفاتي مواطن تونسي بالخارج وزدت في أدية الواجب الانتخابي نتاعي. إن شاء الله نهار مبروك على تونس، إن شاء الله المستقبل أفضل، إن شاء الله نكونوا حاطين السياسة ورانا ونتلاحاو بالأمور اللي هي مهمة، اللي هو أمن البلاد، اللي هو استقرار البلاد، اللي هو البطالة والناس اللي مازالت عندها أمل كبير في دورة حالتنا المحاصرة. اقتصاد البلاد، لهذا تونس لازم نتعلموا نعيش مع بعضها، لازم يخدموا مع بعضهم يد في اليد. اللي مازال قدامنا صعيب، عندنا 15 سنين باش نرجعوا البلاد على السكة بعد السنوات اللي تعدات توا. ولهذا إن شاء الله نخدموا، إن شاء الله نرجعوا مفهوم العمل ونخدموا ونقدموا لبلادنا وعنا الطاقات الكل باش نقوموا به شيء هذايا، ما ناقصنا حتى شيء لا في الداخل ولا في الخارج. وتونس ماهيش باديه من حد شيء، تونس باديه من تراكمات كبيره، فعندها كل الامكانيات باش تقدم لقدام. بارك الله فيكم. أنا انتخبت اليوم، هو يوم تاريخي، وإن شاء الله يكون المستقبل أفضل للأجيال القادمة. ننتخبوا باش تكون الأجيال القادمة تعيش في أمن وسلام وحرية وديمقراطية. والسلام عليكم وتحية تونس. بسم الله الرحمن الرحيم. مناسبة يعجز الكلام عن التعبير عنها، ثاني مرة في حياتي صوت. أنا ننصح كل تونسي أنه ما يفلتش هذه الفرصة، هي الفرصة حتى تساهم في تحديد مستقبل أفضل لأولادنا. حرمنا لسنين عديدة من هذا الحق وعانينا مقابل ذلك بفضل الله، ثم للشهداء ولمن كل ضحى من أجل الفترة هذه. فكل من له الحق في التصويت صوت. نصيحة ثانية، أنه حاول أنه صوتك يكون له معنى، حاول أنك تصوت لمن ممكن أن ينهض بالبلاد هذه ومحبة تونس. كل تونسي يحبها بالحول والبنور. إن شاء الله تحيا تونس، وتونس تونس عمرهم ما يشريهم حتى حد بالفلوس، والدنيا هذية ما هيش دائما حتى واحد. إن شاء الله ربي يحن القلوب على بعضها، وإن شاء الله ربي يفتح على تونس كل شيء، كل خير، كل ما تتمنى يا ربي. تحيا تونس.